نفذت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال مركز بلدية مدينة الزايد مبادرة لكتابة العبارات التشجيعية والتحفيزية على مسارات المشي والدراجات الهوائية الواقعة في مدينة محمد بن زايد ومدينة شخبوط. للمزيد من التفاصيل معنا المهندس محسن مبروك البريكي مدير إدارة الخدمات الفنية بمركز بلدية مدينة الزايد. نفذت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال المركز الفرعي مدينة زايد مبادرة لكتابة العبارات التشجيعية والتحفيزية على مسارات المشي والدراجات الهوائية الواقعة في مدينة محمد بن زايد ومدينة شخبوط. وهدفت المبادرة لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بشكل مفيد يحافظ على الصحة واللياقة وتعزيز جودة الحياة والمساهمة في إسعاد ورفاهية أفراد المجتمع عبر اتباع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والحفاظ على المظهر العام وتحقيق التنمية المستدامة. وتضمنت المبادرة كتابة العديد من العبارات التشجيعية والتحفيزية على المسارات التي تعزز ثقافة ممارسة الرياضة لدى أفراد المجتمع وتحفز على مواصلة الرياضة بقراءة عبارات تحفيزية وإضافة رسومات وعلامات مميزة على أرضية المسارات تساعد ممارسي الرياضة في معرفة وتحديد المسافات المقطوعة فعلياً.